تحية لكم مشاهدينا، كما نشاهد خرق جديد تقدم عليه المجموعات الإرهابية المسلحة، لا سيما من خلال استهداف هذه الكنيسة الواقعة في منطقة العزيزية بقذيفة صاروخية سقطت صباح هذا اليوم الجمعة. مطرانية الكاثوليك هي الواقعة كما ذكرنا في منطقة العزيزية، حجم كبير من الخراب والدمار في باحة هذه الكنيسة، إضافة أيضا إلى الطابق العلوي، وأدت هذه القذيفة الصاروخية إلى احتراق إحدى الغرف، وهي غرفة لكاهن داخل هذه الكنيسة. هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه الكنيسة بطبيعة الحال، كما نشاهد هذا الحجم من الخراب والدمار، وهذا الخرق الجديد بطبيعة الحال خرق لهدنة إيقاف الأعمال القتالية الذي يأتي من قبل الإرهابيين، سواء نحو الأحياء الآمنة وأيضا نحو المساجد وأيضا الكنائس هنا في مدينة حلب. سنبقى بطبيعة الحال في جولة مصورة داخل هذه الكنيسة. صباح هذا اليوم الساعة 7:15 الصباح قذيفة صاروخية، صوت كتير قوي يعني هزت المنطقة كلها. طبعا ما هي المرة الأولى اللي بتنضرب فيها المطرانية أو الكنيسة؟ طبعا ونحن كلياتنا بنعرف أنه نحن هلأ بوضع هدنة، بس هذا دليل أنه على انتصارات الجيش العربي السوري، ودليل أنه الداعمين للإرهاب أنه ما لهم قبلانين بالهدنة أبدا. واستهداف دور العبادة من كنائس وجوامع ما هو الدليل إلا حقد كتير كبير على أبناء سوريا وشعب سوري.